وللمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية معي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. بداية مؤشر ناسداك التكنولوجي يرتفع في الولايات المتحدة يوم أمس بشكل ملموس، ما هي أسباب هذه الارتفاعات ولماذا تفوق في أدائه على مؤشر داو جونز؟ لاحظنا هذا الأمر بشكل كبير جدا يوم أمس أن مؤشر التكنولوجيا ناسداك كان منفرد بالأداء، علما أنه كمان داو جونز يعني حقق ارتفاعات قياسية وعند مستوياته الأعلى وتراجع بعض الشيء، بينما واضح بشكل كبير كان توجه المستثمرين يوم أمس إلى الانتقائية، بالتالي هذه الانتقائية كانت موجهة بشكل كبير نحو شركات التكنولوجيا مع وجود استمرار تخوفات من الآثار السلبية لفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات وعودة الإغلاقات في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. سبب ذلك توجه جديد للمستثمرين نحو الانتقائية في بعض الشركات التكنولوجيا، على رأسها زوم مثلا كانت من أكثر الرابحين في عودة التوجه المستثمرين إليها. نقطة مهمة كانت أيضا اللي هي حزمة التحفيز، لأنها كانت أقل من التوقعات، حديث عن حزمة التحفيز بأقل من تريليون دولار، الأسواق كانت تتوقع 2.2 تريليون دولار أمريكي، نتحدث عن حزمة التحفيز أقل، بالتالي أيضا المستثمر بدأ ينتقي أكثر الشركات التي قد تتفاعل مع هذه الحزمة بشكل أكبر، بينما القطاعات المتضررة قد لا تكفيها هذه الحزمة وبالتالي واجهت نفور نوعا ما، وذلك سبب تراجعات الداو جونز بشكل أكبر. ولكن بشكل عام هناك إحباط نوعا ما بحجم حزمة التحفيز وتخوف في الكوفيد 19 سبب عودة الاستثمار في التكنولوجيا. طيب بالنسبة للذهب، هناك الكثير يعتقدون بأن أسعار الذهب هي مرشحة للارتفاع، هل سوف نشهد مستويات فوق 2000 دولار؟ يعني وارد جدا هذا الأمر، أنه في عندي دفع بالاتجاه الصاعد على أسعار الذهب، ولكن حتى نقيس مدى توجه المستثمرين إلى الذهب يجب أن ننظر إلى العوائد السندات، وهي الأصول ذات المخاطر المنخفضة بشكل كبير أو خالية المخاطرة. نجد أنه لا تزال بالنسبة للسندات قصيرة الأجل لشهر وشهرين وسنة وسنتين، لا تزال يعني منخفضة بشكل كبير، يعني بمستويات متدنية بشكل كبير، بالتالي المستثمر يبحث عن ما يدر عليه عائد بشكل أكبر أو يحقق له ارتفاع بالفولاتيليتي نوعا ما أو من خلال التذبذب الذي قد يحدثه هذا الأصل. بالتالي الأنظار كانت متجهة إلى الذهب بشكل أكبر، حتى لو كانت حزمة التحفيز أقل من التوقعات، إلا أنه يحقق مزيد من الأمان وحفاظ رأس المال، وأيضا في نفس الوقت هو يقي من التضخم الذي قد يتحقق في الفترات القادمة مع استمرار برامج التحفيز النقدي ووجود حزمة تحفيز مالية كذلك الأمر. ذلك يعزز إمكانية عودة ارتفاعات الذهب، وأنه خصوصا أنه واجه الذهب بعض الانخفاضات الحادة، هناك رغبة من قبل المستثمرين واستقرار على الأقل فوق مستويات 1850 دولار للأونصة اليوم، مع أنه كانت أدنى مستوياته يوم أمس عند 1821، لكن هو ميال أكثر لأعلى المستويات حاليا. هذا على المدى القصير ممكن أن يعزز ارتفاعات في الفترة القادمة بشكل أكبر، قد تصل إلى 1900 إلى 1920 قبيل نهاية العام. طيب أيضا بعد البيان المشترك الذي صدر من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية، تتزايد احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، هل حقا تعتقد بأنها سوف تخرج بدون اتفاق؟ يعني الثلاث عوامل الرئيسية التي تحدثوا عنها يوم أمس لا تزال هي قضايا شائكة، سواء كانت مسألة الصيد والمياه الإقليمية أو سواء كانت الحوكمة الشركات، لا يزال هناك عوامل سيئة جدا تسبب هذه الدراما في قضية البريكزيت إن صح التعبير. ولكن الملفت للانتباه أن درجة تأثر الأصول البريطانية أو حتى جنيه الاسترليني أصبحت منخفضة بشكل كبير، على الرغم من أنه عندي أفاق سلبية، لأنه البريكزيت يجب أن يحدث دستوريا على الأقل بنهاية التعاملات هذا العام، يجب أن يحدث هذا الأمر، ولكن ممكن أن يفتح سيناريوهات التعليق أو التأخير أو المماطلة في الفترة القادمة، أو اتفاق بعد البريكزيت، يعني أن يحدث الخروج ومن ثم يتم بناء اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد تحقيق الخروج فعليا، وهذا قد يسبب فولاتيليتي أو تذبذب، ويجب الانتباه بشكل كبير إلى الفوتسي 100 وإلى الجنيه الاسترليني أنه قد نشهد عليها تذبذبات واسعة النطاق قبيل نهاية العام. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.